خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم عندنا لكم ابارتمون بالحجم الكبير، ابارتمون ديلوكس يا كريمه، ابارتمون غزاله كتباع بالفراش او لا خاويه، المساحه ديالها 107 متر. جات شارع المملكه العربيه السعوديه العماره، فيها الكاميرا السيرفيونس، فيها الباركينغ، واهم حاجه ان فيها الباركينغ ديال الطوموبيل داخل التير عندكم. وهذا الابارتمون فين بالضبط هيدا؟ جات في شارع المملكه العربيه السعوديه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا الشارع فين جا، جا قريب من مسنانه، قريب من مرجان طريق الرباط او ما يسمى بشارع الجيش الملكي، قريب من العزيب حاج قادو، وقريب من السونتر فيل مع لي تونيل جداد. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هيدا، والعماره فيها لاساسور، فيها الكاميرا سيرفيونس، فيها الباركينغ، وكما قلنا لكم جات في الايطاج السابع، ومولاتها عاودت لها الاصلاح كامله من حتى الزد. يعني لابارتمون ما بقى بينه وبين الشركه غير خير والاحسن، يعني فراش جديد، الاصلاحات جداد، كل شيء تم الانستالاسيون ديال الموضوع تعاود. ويا لو خصكم تشوفوا هذا الابارتمون، قبل ما تكتشفوها بغيت نقول لكم ان كاميرا دي سيرفيونس كاينه في كل ايطاج من العمارة، يعني ابارتمون لي سيكوريزي يا كريمه. يعني كاين السانديك، والسانديك راه مامن لكم العماره ديالكم، العماره كامله بلي كاميرا سيرفيونس. وهذا الابارتمون دونك كيف ما قلنا لكم راه معاود ليها الاصلاح كامله، باينه غير من الدخله، باينه يعني ما كاينش شي حاجه ديال الشركه، حتى حاجه، بدلات الاساسور ديال الضوء ديال الماء، الزليج، الصباغه، القبس، يعني حتى شي حاجه ما خلاتها الحاله الاولى اللي جات عليها. حتى لي بالكون اللي كانوا في لابارتمون ما بقاوش بالكون، حتى لي شومبر اللي كانوا صغار في وسط لابارتمون رجعوا كبار، ودابا يلا نشوفوا لابارتمون. هنايا مع الدخله كاين سيجور والصالون، الصالون اللي ديجا كان فقدنا فيه كان فيه بالكون ودخلات كان فيه بالكون. وصراحه الله ديزاين غزال ورائع بزاف انك تعمل صاله هكا كامله طويله بهذا النوع هذا ديال القبس. لا من ناحيه ديال الاصلاحات ولا من ناحيه ديال التفريشه، باين مولاها عنده ذوق راقي وانيق، حتى الالوان اللي اختار جد متناسقه مع الفراش. ونفكر المشاهدين على لابارتمون كتبع سوا خاويه سوا بالفراش. مرحبا، بغيتوها هكا مفرشه كامله مكموله، جيبوا غير حوايجكم واجيو عندكم الرحيل ديالكم، مرحبا غتاخذوها مطلوحه ما غاديش تضربوا فيها حتى مسمار. كيف ما قلنا لكم هنايا كاين الصالون الثاني، هنا في كان البلكون من جهه ديال الطاقه، وهي فضلت انها تريبو وتوسع الصاله وتستغل المساحه ديال الصالون. الدارها مضويه ومشمسه تبارك الله، كيف ما كتشوفوا الطاقه راه مطفصه للطرف، غير حنا قررنا اننا نصوروها هكا بالردوات هابطي غير باش نوريكم ديزاين ديال القبس والضوء اللي عاملين فيه. ورا لابارتمون فيها 3 فاصد، يعني مشمسه لاقصى درجه، مهويه، وعاد جات في ليطاج السابع، يعني دخلها الشمس مزيان، ما غادي تعاني ولا من بروده لا من غموله. ابار انكم ما غتعانيو لا من بروده لا من غموله، يعني السيده مولات لابارتمون خطرات عليها هذا الاصلاح ما بين 20 حتى 25 مليون ديال الاصلاح، يعني كانت عاملاها لنفسها ماشي باش تبيعها، يعني عامله شي حاجه اللي غادي تبقى ليها لديما. وهنايا اختارت هذا المطرح هذا تعمل هاد الديكورات ديال القوس، هادو راه كيشعلوا بالضوء. كيشعلوا بالضوء، غير دابا تحلقوا ليهم بومبيات عليها ماما، ماشي مشكل، يعني كاينين لاستراسيون ديالهم كاين، بامكان الواحد يستغل هاد البلاصه حتى هي هادي ويعملها كوم سيجور اولا صالا مونجي، يعني اولا مثلا الحيط اللي كاين في الجهه اخرى تستعمل كدريسين اولا كبترينه فين تحط، يعني دار شي بلاكار يا اما ديال الالومنيوم اولا ديال الخشب، يدار فيه مثلا صبابط لتحت والفوق يدار فيه لي مونطو ولا البلاصات اللي ما عندهم يدير. المهم هاد الاسباس تخصيص تستاهل. وهنايا هاد القبس هذا اللي عملت هنايا عاود في وسط الدار مع سيجو غزال ورائع بزاف وديزاين جديد، هذا تقريبا نفس عمرنا شفنا شي ديزاين كاين في لي زابارتمون بحال هذا. هذا الديزاين اللي كاين هنايا في الكلور هو نفس الديزاين اللي كاين في الصالون، الصالون الدخلاني يعني. من غير السيجور اخترت انها تبدل الديزاين اللي كاين في السقف وعملت لي سبوت بالالوان زرقاء، يعني لابارتمون بدلها كاغير وتا شي حاجه ما خلاتها من ديال الشركه. واحد هنايا راه كان غير باب صغير اللي كيدخل لطيراس، لا عجبتني هذه الفكره هذه، ودارت باب كبير كوليس، دارت باب ديال الزاز كوليس، هذه الالومنيوم خليكم الاضاءه، يعني عندنا المطب باش كيعطي هكا اضاءه، هذه الالومنيوم، هذا الالومنيوم والزاز دبل فيتراج اللي ما كيدخلش ما يدخلش الصداع، بصح ملي شديتيها ما كيتسمعش الصداع. وحتى لا تراس راه هادو فاصاد، اذا لاحظتي راه عندها جوج ديال الواجهات، قررت انها تعملها هاد النوع ديال الزليج، عملت لها هاد النوع ديال الخشب، يعني لا تراس كانت بيضاء كان ما فيها حتى شي حاجه، لا زليج لا في الارض لا في الحيط لا والو، بحال فيراندا هي اصلا فيراندا واقيله.
وهذه بالنسبه للناس اللي غادي يحتاجوا شومبر ثالثه، هذه راه يقدروا يديروها مثلا شومبر ثالثه، ما تكونش غير تراسه. تقدر يقدر مثلا يشدوها، ما هي ديجا مشدوده يعني، يعمل غير الفراش هنايا وغادي تستغل كبيت الناس. اللي عامل راه ريدو دوك الغلاضين، واحد اذا غير شدهم صافي راه غادي يظلم التراسه كامله. وكاع التيقان اللي كاينين الريدوس اللي كاينين في لابارتمون راهما الكتريك. وما نساوش بان لا كليم دايزه في الدار كامله، يعني واخا هي تراسا دوبل فاصاد ومهويه، مثل واحد ماشي دوبل فاصاد، راه ثلاثه ديال لي فاصاد كاينين في لابارتمون وحدها دوبل فاصاد. يعني فيها جوج الفرشات، يعني الواحد اذا باغي يشد التيقان في الصيفيه ويجلس هنا غيخدم الكليما، وها هي شميسه داخله والبروده كاينه، يعني ما حتى شي ضروري يفتح التيقان. كيف ما كتشوفوا لابارتمون راه مجهزه مكموله، ما عليك غير تهز حوايجك وتجي تسكن فيها. والثمن ديالها جد جد مناسب باغابوغ الاصلاحات، الكم الهائل الاصلاحات اللي دخلات فيها، راه الثمن ديالها راه والك، يعني بحال اصلاحاتها للشاري الجديد اللي غادي ياخذها. نذكر الناس اهين لابارتمون المتر ديالو فين جا؟ لابارتمون ديالي مماجد في الايطاج السابع، المساحه ديالها 107 متر، عماره فيها العساس، فيها السنديك وفيها الكاميرا سيرفيونس في كل ايطاج. وما تنساوش بان لابارتمون هادي راه عندها بيت في السطح، لكل ايطاج كاين بيت، كيستغلوه جوج لي زابارتمون اللي كاينين في كل ايطاج. مزيانه هنا الباكاج، من الباكاج ايوا، يعني لابارتمون ما يكونش فيها الباكاج بزاف حيت عندك فين تنزلو، وحيت السيده ما كايناش الجره ديالها ما كايناش، كاين على برا، كتستغل مولات لابارتمون بوحدها. لابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم فيها 107 متر في الايطاج السابع. كيف ما كتشوفوا حتى السقف اللي كاين في الكلوار زولات هذاك العادي وعملات بلافون، وتا هو عملت له هذا الديزاين هذا اللي هو مزيون بحال فحل ديال الكلوار اللي كاين مع الدخله ديال الباب والصالون. غزال بزاف، انا حمقني هاد الديزاين اللي عملات ديال لبس الدار كامله. وهنايا كاين الحمام اللي حتى هو بثلاثه كاريم، الزليج اللي هنا تاعي داك الحمام في المستقبل، الزليج ديال روكا وكروميت. يعني ما دارت شي مره شي حاجه اللي هي صباحيه، يعني قلنا لكم بصح ما بين 20 حتى 25 مليون غير ديال الاصلاح. يعني راه السيده راه ما رابحه في لابارتمون والو، يعني بحال اصلحاتها للشاري الجديد اللي غتكون من النصيب ديالو. كيف ما ديما كنقول لكم، اذا عجبتكم الحاجه سالي على الاتصال، حيت الهمازي راه كيطيروا بهم، غيقدروا يعيطوا لنا يقولوا بلاتي نعيط لهم غير حتى الغدا اجبروها تباعت. داكشي اللي كاين هنايا عندنا في الالومنيوم في الحمام، باش كيبقى ديما الحمام نقي، والحماحم كاملين راه دروكا لا من لابابو ولا من بيدي، يعني كلشي كلشي غزال في مطعو. وصراحه الله لي بياس كاملين جاوني كبارين، يعني الحمام كبير، كوزينه كبيره، بيوت كبار، كلشي كبير، ما ضيقوش، واخد الحق ديالو في هاد لابارتمون. وكيف ما كتشوفوا معروف بان الحماحم هما اللي كتكون فيهم البروده والغموله، هما منهم كتعرف واش لابارتمون فيه الغموله. هنايا البلافون ديال الكبس ما كاينش الريحه الغموله نهائيا، باش تعرفوا لابارتمون مشمسه مشمسه، وعندها الطاقه اللي كتطلع للزنقه، يعني ما عندهاش هذيك الفرفره اللي كتكون غير كتخرج منها، عندها الطاقه عامله كبيره، عندها اللي كتطلع للزنقه. وهنايا كمال هذا الكلوار جامع جوج بيوت النعاس والكوزينه اللي حتى هي بثلاثه من الاول حتى الاخر. نشوفوا البيت النعاس الاولاني، بيت نعاس الاولاني المساحه ديالو هي هذه اللي هو كبير. هذا البيت نعاس هي مستغله على حساب العواول، عندنا فيها جوج فروشه بالنسبه للناس اللي اي ياخذوها بالفراش، عامله فيه جوج فروشه وزربيه وكونه. هذا راه يهزك جوج وليدات وبيبي صغير. وي وعملات لي هاد القفص هذا في السقف حتى هو، يعني كامله الدار كامله مقبصه بالليد وبهذه الاضاءه هذه غزاله، وعملات هاد اللون هذا اللي ما هو لا ديال البنات ولا ديال الذكور، لون محايد يصلح ليهم بجوج. والبيت تبارك الله راه كبير، وهذا البيت هذا كيطلع على ما فصد اللي كاينه ديال الصالون وبيت النعاس اللي غادي نشوفه دابا. البيت نعاس هو انا عجبني الديزاين بزاف اللي عملات في الحيط، البيت نعاس الكبير غزال بزاف. ودابا غادي تشوفوه راه بدلات ليه الزليج، عملات ليه هاد الزليج هذا النوع ديالو اللي كيبان بحال الباركي، هو لا ماشي باركي هذا غير زليج،
والبيت راح كبير، راهي دابا راه عملنا فيه كاما كبيره وكاما صغيره. حنا بالعاني راه كنهبطوا الريدوات باش ما تدخلش الشمس، ونشعلوا الديوان باش تشوفوا الزواق ديال الديوان اللي كاين، لي سبوت اللي كاين، الاصلاحات اللي كاينه. هذا راه ماشي بابيك، راه زليج ديال الروكا عملاته في الحيط كامل، يعني عطى انطباع غزاله. وهذا راه بومبي حتى هنايا، وي هذا بومبي بصح، هو بحال لي 3 دي. حتى هنايا خرجت السلوكه من جنب على حسب لي زابليك اللي بغى يعملو يزيدو من بعد. وعملات ديك المطر، يعني لو واحد اللي بغى يعمل فيها كتوبه ولا دي ديكور يقدر يزيد رفوفه تما بصح. وي يعني غادي تجي منظر رائع اذا عملنا الرفوفه ديال الدجاج ولا ديال الخشب تما كاين. وهنا راه ما كانش البيت في هذه المساحه هذه، راه كان هنايا بحال بيت ديال الخزين خارج من الكوزينه، هي فضلت انها تستغنى عليه وتوسع بيت الناس. هذا الاتجاه هذا قالتنا كان الزين هنا هنايا في هذه الجهه هذه، يعني على طول كانت كهنت تما طاقه، كانت تما شدوها باش يستغلوا هذه المساحه هذه. وكيف ما كتشوفوا هذا البيت حتى هو قصرت انها تعمل فيه الكليما وعملت هذا اللون هذا كري، حيت الدار مشمسه بزاف. اوي البيت نعاس خاصو يكون مظلم، خاصو يكون مظلم فيه على حسب الوليدات. وحتى البيت راه كبير، راه موطع ديال الكاما راه يقدر يجي كنابي، يقدر يجي كنابي شي طويله هيدا. وي يقدر مثلا هذا يعملوا بيت الوليدات واخر يعملوا هو بيت النعاس، هذا يهز لكم حتى 4 ديال الكامات سيباري، علاش حيت البيت كبير بزاف تبارك الله. ودابا يلا نمشيو نشوفوا الكويزين ديال هاد لابارتمون هادي اللي حتى هي جد رائعه وبدلتها كاريمون. الكوزينه كيف ما قالتنا هند راه ديجا كانت كبيره اكثر من هكا، كان ديجا في هذاك البيت الخزين اللي حيداتو بزاف بزاف البيت نعاس، مي المساحه اللي حيدات ما غيرتش من الكوزينه، ما غيرتش لا الكوزينه كبيره. عملت كوزين ايكيبي، عملت هاد النوعيه ديال الام دي اف البلاكارات، عملت بالنسبه للناس اللي ياخذوها بالفراش راه كتشوفوا راه فيها لافادوره، فيها الميكرو اون، فيها الفران، فيها النبيره، وعاد فيها لاهوت وبوطه اللي جات اون كاستري في المرمى، ورا فيها حتى السخان ديال الضو ديال الماء اللي كيدخل في الضو. والكوزينه بيدها كتطلع على منظر غزال، يعني لابارتمون 3 فاصاد ديالها حتى حاجه ما كتطلع لك على العماره اللي قدام، يعني ما كاين حتى ديك لا فيزافي اللي كتكون اون فاص العماره. حتى الكوزينه عندها الطاقه اللي كتطلع في الزنقه، يعني قليل في كنجور حنا كويزين عندها اصلا الطاقه. وهاد الزليجه هند شنو قالتنا؟ هذا ديال روكا، حتى هو ديال روكا، لا هو ولا ديال الارض؟ كاع الزليج اللي كاين في لابارتمون مخلط ما بين روكا وكروميد. يعني الزليج اللي غزال بزاف، وحتى اللي في الحيط، وقررت انها حتى في السقف ديال الكوزينه حتى هو عملته كامل بلي سبوت والقبس اللي وراتكم ديجا في الاول. يعني كوزينه صراحه ظلام عندكم ما تعملوا فيها، واخا تاخذوها خاويه كاع تاخذوها بالبلاكارات، يعني كل حاجه مجهزه تقريبا مجهزه، واخا تاخذوا لابارتمون خاويه كاع. فيما يخص هذا لابارتمون كيف ما قلنا لكم راه فيها 107 متر، ذات في الايطاج السابع. العماره فيها لي كاميرا د سيرفيونس المجمع، راه سيكوريزي، واهم حاجه ان المرافق العموميه كاملين قريبه حداكم، يعني ما عندكش تحتاج تهبطوا للمدينه الا بغيتوا تسخروا. كاينين التواكسيات، كاينين الترامبيات، كاين تاكسي خضر، تاكسي بيض، جميع المواصلات بجميع انواعها كتواجد حدا لابارتمون. حتى لي سوبر مارشي مارجان قريب لكم غير 5 دقائق ما كاملاش، وحتى لي سوبر مارشي صغيرين راه حداكم تقدروا تمشيو لهم غير على رجل. لابارتمون كيف ما شفتوا مصلوحه معاوده كامله، يعني غزاله سواء بالفراش سواء خاويه. يعني ومن الاحسن يشوها بالفراش حيت الثمن ما كاينش شي فرق بيناتهم. يعني مولات لابارتمون شجعاكم انكم تاخذوها بالفراش حيت مفرشه على هاد لابارتمون، حسن ما تديوها خاويه. الثمن ديال هاد لابارتمون هند شحال؟ 96 مليون سنتيم خاويه و 99 مليون سنتيم بالفراش. ابارتمون 107 متر بالفيراندا وجوج بيوتا وجوج الصالونات والحمام والكوزينه بهذا الثمن ما تلقاوها غير عندنا. الثمن ديالها بالدرهم 960 الف درهم مغربي بدون اساس، وبالاساس بكل شيء 990 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي بغات تحول العمله ديالها. اذا عجبتهم شنو عليهم هند؟ ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في على الشاشه وتعطيونا الريفيرونس ديال هاد لابارتمون هادي، وحنا كنعطيوكم باقي المعلومات عليها.
واذا عجبتكم بغيتو تشوفوها مرحبا عيطوا لنا غير نهار قبل باش نحط لكم موعد مع امليها وتجيو تشوفوها. عندكم ابارتمون للبيع او للكرا، دار بالطبقات، مشاريع تجاريه، اراضي بغيتوا تبنيوها، ما عليكم غير تعيطوا لنا وحنا كنتكلفوا بالباقي. قلنا لهم جميع معلومات، ما عليك غير تدعي مع الناس. اجي نعرض عليهم على شي كويس. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تعملوا الدور ديالكم، يفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.